أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن حاملي القلم للملف الإنساني السوري وهم الكويت وبلجيكا وألمانيا قدموا مشروع قرار بمجلس الأمن حول إدلب، وإنهم سيعملون على كافة أعضاء المجلس لإقراره بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب. وذلك خلال كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سوريا. وأضاف العتيبي خلال كلمته أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تصعيدا عسكريا في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح ما يقارب نصف مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 500 مدني، وجدد إدانته لاستهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية والمنشآت المدنية من قبل أي طرف كان، مطالبا بضرورة احترام كافة الأطراف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.